مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ام بتبيع قبل ما نبدأ وما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناة مش توصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة. اصدر قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الاسبق نور الدين البحيري وفق ما اوردته اذاعة موزايك. وصدر قرار بطاقة الايداع بالسجن في حق نور الدين البحيري اثر استنطاقه على ذمة القضية المتعلقة بشبهة افتعال جوازات سفر لفائدة أجانب. إن شاء الله نكون ما طولتش عليكم، الكلمة الأخيرة عندكم أنتم بتبيعها لو كانت تحبوا تعلقوا فيما يخص الموضوع ذي، وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.